ربما هذا الأسبوع كان حمل الكثير من العلامات الفارقة، لا سيما احنا يعني ربما طيلة الشهر نص الماضيات كان السوق، كنا نحكي دائما حالة الجمود الكبير الموجودة بالسوق، أحجام تداول جدا قليلة، نطاقات تذبذب جدا منخفضة. هذا السوق مغاير تماما للفترات الماضية، مع بداية مع أول جلسة تداول يوم الأحد شفنا بداية الاختراقات السعرية للأعلى، وشفنا الارتفاع الكبير في أحجام التداولات. لربما هذا كان متوقعا، لأنه بدأت تحرك يعني، وشفنا نطاقات سعرية جديدة. لربما القائد للحركة هاي كان سهم أرابتيك. واضحة بأحجام تداولات على أرابتيك في أول يوم تداول، شفنا الانفعال، ردة الفعل الكبير اللي شفناها وهي ردة فعل إيجابية، فبالتالي إحنا بنعرف إنه السوق عماله بستنى إشي إيجابي، يعني حتى لأنه مش عارفين شو عم بيصير على أرابتيك، بس السوق عماله ديسكاونت أشياء إيجابية، بدليل إنه في عمليات الاستباقية اللي عمالنا بنشوفها. برأيي الشخصي ما بستطيع كثير أتكهن، لأنه خصوصاً يعني يوم امبارح في هناك بعض الأقاويل، بعض وسائل الإعلام نقلتها بما يخص انتقال الحصص على أسعار معينة ومن ثم النفي وإلى آخره. أنا باعتقادي إنه لا، هناك يعني برأيي الشخصي يعني في إشي راح نسمعه كثير قريب عن السهم، وبالتالي ربما عند صدور تلك الأخبار ممكن نبرر شو العمال بيصير بشكل أوضح. الارتفاعات اللي صارت يعني عم نتحدث ارتفاعات اكثر من 15% على سهم أرابتيك، اليوم عم نشوف 1.5%، فيعني لا تكاد تذكر. السوق حتى اللحظه ينجح في المحافظه على اكبر مكاسبه على الاسهم. حتى المؤشر اليوم بالنسبه لي يعني كمتابع ومحلل راضي جدا في المستويات اللي عماله بيتداول عليها. طريقه التداولات مش عمالنا بنشوف يعني بانيك سيلينج، لا، انه نزول طبيعي هادي. وحتى الان لسات نحن بنعرف انه في شريحة كتير كبيرة من المدعمين لسه ما دخلوا على السوق.